اليوم حنتحدث في ثلاث أجزاء. الأولى على يميني يجلس البروفيسور إبراهيم أحمد أونور رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان، وهو أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الخرطوم. وعلى يساري البروفيسور أسامة سيد أحمد الكاردينال، وهو عضو في اللجنة العليا المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان. ويوجد بالمجلس يا جماعة من كل قبائل السودان، وحتى الناس يعني العلماء ممكن المجلس يستعين حتى بعلماء من أبناء السودان في أي مجال من المجالات في كل بقاع الدنيا، ومنفتحون. أترك المجال في البداية لأخي بروفيسور إبراهيم أحمد أونور ليقدم الجزء الأول من هذا المؤتمر الصحفي. شكرا جزيلا. كانت هنالك بعض المحاولات لإدخال بعض الشركات أو شراء المواني من جهات أجنبية بالوكالة مع جهات داخلية، وبحمد الله لم تتم هذه الصفقات المشبوهة في ذلك الوقت. وعندما سقط النظام وجاءت الثورة، يعني تصاعدت وتيرة يعني الاستيلاء للمواني من خلال يعني أشخاص مرة ينتمون إلى الأحزاب السياسية الحاكمة، ومرة للعساكر، ومرة لرجال الأعمال. كانت هنالك بعض المحاولات للاستيلاء للمواني بطرق مختلفة وبصور مختلفة. باختصار، في الفترة الأخيرة رشح في الإعلام أن هنالك يعني دولة الإمارات العربية المتحدة تريد أن تنشئ ميناء جديد على مواني البحر الأحمر على مسافة تقريبا 200 أو 180 كيلو شمال بور السودان. وهذا الميناء طبعا القصد منه بالطبع بناء ميناء جديد على أسس جديدة وعلى معايير جديدة بصورة متطورة، وسحب البساط من المواني الموجودة وتحطيمها، وعندما تصل درجة معينة يقوموا بشرائها بسعر بخس حتى يستولوا على بقية المواني المتبقية. وهذه هي الخطة. وفي الحقيقة في هذا المؤامرة يعني للأسف يعني أنا يعني أناس من السودان، وأيضا أناس من شرق السودان هم يعني مورطون في هذه الممارسة وهذه المحاولة. الآن سمعنا أنه السيد وزير المالية معه وفد ذهبوا للإمارات ليتحاوروا حول هذا الموضوع، ولكن نحن في المجلس الاستشاري الأعلى مهمتنا تبصير الرأي العام وتبصير الإعلام بما يدور في هذا الاتجاه، ونحن قطعا نرفض هذا الاتجاه ولا نؤيد بأي شكل من الأشكال الاستيلاء على الموانئ السودانية، لأن الموانئ السودانية يا جماعة هي ملك للدولة السودانية وللشعب السودان والأجيال القادمة وليست الأجيال الحالية، باعتبار أنها هي من الموارد الغير ناضبة. الذهب ممكن ينضب ينتهي، البترول ينضب ينتهي، لكن المواني تظل قائمة إلى أن تقوم الساعة. فبالتالي هي مدخل أساسي وهي عبارة عن يعني مصدر دخل للدولة بصورة ثابتة. ومن هذا المنطلق نرى أنه نرفض هذا الاتجاه، ويعني نتمنى من الإعلام أن يدرك هذه الخطورة الآن القادمة من خلال هذه الصفقة الخطيرة وتبصير الرأي العام والناس يقفوا ضده. طيب نحن لما نرفض المواني ليه نرفض؟ الحقيقة ليه نرفض؟ هل الرفض من أجل الرفض؟ لا أبدا، قطعا عندنا بديل، رؤية بديلة لهذا الرفض، ونرى أنه المواني في شكلها الحالي ممكن يتم توسيعتها، وممكن تدخل للدولة ما لا يقل عن 18 مليار دولار سنويا، وهي 4 أضعاف الصادرات السودانية السنوية في سنة واحدة. وبالتالي يعني بيبقى المحك هو كيفية تطوير المواني، ده المفروض يبقى. إذا كانت هنالك يعني احنا لا نرفض الاستثمارات الأجنبية، ولكن إذا كان هنالك مستثمر أجنبي يريد أن يطور المواني السودانية فمرحبا به، يستثمر أمواله وفقا للاتفاقية معينة، وفقا لل يعني حفظ مصالح مصلحة الطرفين الحكومة السودانية والاستثمارات الأجنبية، من الممكن أن يدخل ويستفيد ويستفيد السودان. ولكن أن يضع يده على المواني السودانية بصورة كاملة وتحت ذرائع مختلفة أو تدميره أو إيجار ل 99 سنة كما يقولون، هذه المسألة مرفوضة تماما. طيب قضية إنشاء
ميناء جديد، المبرر شنو؟ طيب الخصخصة الموانئ بصورة كاملة هي طبعا نادرة جدا جدا. الخصخصة معناتها الخصخصة فيها طرق مختلفة، ممكن تبيع شيء كامل ممتلك لجهة خاصة، ممكن أن تخصخص الخدمات بينما تظل الأصول هي في ملك الدولة، وهذه الخصخصة بيقولوا لها الخصخصة العمليات الإدارية أو العمليات عمليات العمل اللي هو البوت والبي أو تي وهكذا، فأنواع مختلفة. لكن بيع المنشأة كما هي وتمليكها لشخص آخر أو لجهة ما خارج الحكومة وخارج الشعب لتبقى موضوع نادر جدا جدا، ولا يحصل في المنشآت والمرافق العامة زي الموانئ، لأن الموانئ عندها حساسية، الموانئ حساسية بتاعتها أنها هي مدخل للتدخل الخارجي. يعني وكأنما أنت لما تبيع المينا بتاعك اللي هو مدخل والخارج، زي كأنك في البيت مجاور من أربع جهات، زي كأنك تبيع الباب مدخل الباب، والزول اللي تبيع له يفرض عليك رسوم دخول وخروج، دخول وخروج. فبالتالي من هذا المنطلق أنت لا يمكن أن تستطيع أن تبقى في هذه المبنى أو هذا المنزل. فبالتالي الميناء هو المدخل والمخرج، فبالتالي إذا جاءت جهة خارجية أجنبية تحديدا يعني هي تكون ملمة بكل تفاصيلك، والمسألة كلها سيادة بتاعت الوطن والأمن كله يكون على المحك. طيب الخيار هو يتطلب إدخال استثمارات أجنبية لتطوير وتوسعة الموانئ الموجودة من خلال آلية تحفظ للطرفين الحكومة والقطاع الخاص حقوقهم، بدلا من يعني الاستيلاء للموانئ ويعني هدم الموانئ القديمة. الخصخصة في الموانئ لا توجد، ما في دولة خصخصت موانئها بمعنى أنها هي باعتها وانتهت منها ورفعت إيدها، أصلا دي ما حصلت في الدنيا. أنا كنت مستشار الوزير في وزارة التخطيط في المملكة السعودية في فترة ما، وكنت مسؤول من المسألة بتاعت الخصخصة في تلك الدولة، كنت الشخص الأول في الخصخصة. كنا بنحدد إننا خطة، عملنا خطة وخطة عديدة كده الاستراتيجية للخصخصة، والخصخصة دي ذاتها حددناها في القانون. ما نوع الخصخصة؟ الخصخصة ذاتها أنواع كثيرة للمرفق من المرافق، إذا كان المطار ولا المينا ولا غيره، نوعية الخصخصة وطرق تطبيقها وطرق تقييم الأصول، دي كلها أشياء ممكن التلاعب فيها. فبالتالي لابد من وجود خطة متكاملة للخصخصة، وللأسف في السودان حتى الآن ما في أي خطة. وأنا كنت من الأيام يوما ما كنت مستشار وزارة المالية هنا في فترة ما قبل 20 سنة، وكنت بقيم المشروعات التي تعرضها الوزارة للخصخصة، وحتى ذلك الوقت حتى كان الوقت ذاك ما في أي استراتيجية للخصخصة. الدولة ما عندها أي استراتيجية، والخصخصة فاهمينها مسألة بتاعت تبيع وخلاص ترفع إيدك منه، أو يجي مستثمر يشتري الحاجة الدائرة ويطلع ويمتلك، وهذا خطأ طبعا. طيب أيضا نرفض هذا العرض وهذه الصفقة وهذه الرؤية الجديدة لإنشاء مبنى جديد، لأنه من يفاوضون نيابة عن حكومة السودان لا يملكون التفويض، لا يملكون التفويض، حكومة غير منتخبة، ولا يوجد مجلس تشريعي، ولا يوجد مجلس وزراء، ولا يوجد حتى رئيس وزراء، لا توجد حكومة. أنت جيت قالوا لك يا أخي عمل ترتيبات، مهمة كلها عمل ترتيبات للانتخابات والأشياء دي، ما عندك حق أنك تدخل في اتفاقيات مع دول تستمر لأكثر من 90-50-100 سنة، ما عندك أي حق بأي حق من الحقوق، لأنه خاصة الاتفاقية الموانئ تمس أجيال المستقبل لمدة 100 سنة، أين يذهب حقهم وأين يذهب حق السودان؟ بعد ذلك حتجي مئات الحكومات في المستقبل، من الذي قام بهذا الأمر؟ فهذه كلها أسئلة مشروعة تطرح. وبين هذا المنطلق هذه الحكومة الآن الموجودة إذا كانت هنالك حكومة، هذه الحكومة حقيقة مسؤوليتها فقط يعني تهيئة المناخ للانتخابات المقبلة، ولكن أن تدخل في 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 صفقات يعني اقتصادية بحجم الموانئ وبيعها وإدخال موانئ جديدة وأشياء دي، هذه الشغلة مرفوضة تماما. ومن هذا المنطلق نحن نرفض، لأنهم لا يملكون التفويض للقيام بهذا الأمر. طيب لماذا نرفض الفكرة وما هو البديل لهذا الرفض؟
ما هو البديل لرفض انشاء مواني جديده؟ اول حاجه انا دار امشي بسرعه عشان اتيح مجال اكثر لاصدقائي زملائي، لكن انا عندي يعني حقيقه خرط واشياء حوريكم لها. يعني في النهايه للامارات العربيه المتحده انها مركزه على بناء بور السودان، اوريكم الحكايه دي مصلحه تجاريه بحته. هل تعلم انه هذا الميناء اذا توفر وتم توسعته ممكن ان تحقق دوله الامارات العربيه ما لم تحققه في ميناء دبي من خلال ميناء بور السودان؟ فبالتالي هي تلف وتدور وحقيقه مصره للاستيلاء هذا الميناء وفقا للمعلومات التي ساعرضها لكم. طبعا المسافات والتضاريس والمواقع الاستراتيجيه والموانئ المنافسه هي التي تجعل السودان مكان مناسب. يعني السودان بيقع بين الغرب الشرق دول اسيا المنتجه والدول التي الان هي يعني تقود الاقتصادات العالم والغرب كذلك، وافريقيا في الوسط. فمن هذا المنطلق السودان هو المدخل والبوابه ل يعني تواصل الطرفين الشرق والغرب. فبالتالي السفن الآن التي تأتي من الصين واليابان وغيرها تمر بالبحر الأحمر، تمر بالبحر عبر قناة السويس وتمر لشمال إفريقيا، ثم بعد ذلك تلف لغرب إفريقيا نيجيريا والسنغال وغيره. المسألة دي مكلفة للغاية زي ما أوريكم بالأرقام. أيضا الخيار الثاني أن تأتي وتمر برأس الرجاء الصالح وتلف إفريقيا وتم بعد ذلك تذهب إلى ذلك. لكن السودان إذا مرت بالسودان بيكون خط مباشر أن يوصل هذه الحاويات في خلال 48 ساعة وليس 8 أو 4 شهور، وليس 4 شهور، وهذا هو الفارق زي ما هنوريكم بعد شوية. يعني شوف المسألة بتاعت المواني الجديدة، توسعة الميناء السوداني الجديد بالمناسبة وليست هي وليدة أفكار جديدة، وإنما كانت هي دراسات الترانسبورتيشن. أنت البريودكس والأشياء زي دي لما تشوفها من السبعينات كان بيكتب فيها، من السبعينات في تركيز شديد على ميناء بور السودان على أساس أنه يكون الميناء الأكبر في المنطقة باعتبار أنه يوفر يعني عملات صعبة ويعني يسهل التجارة الدولية بين الشرق والغرب. توسعة الميناء، الدخل من الميناء غير الـ 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 غير الـ الفوائد التي تجنى من ربط بور السودان بالميناء غيره، دي في سنه واحده 8 مليار دولار، 12 مليار دولار دي الدخل بتاع ميناء بور السودان بعد التوسعه. وتكلفه القطار الان، تكلفه السكه حديد الان قلنا انه هي 8 مليار دولار. اتخيل حجم الفوائد الكبيره من ربط بور السودان بالقاره الافريقيه، كل الدول بغرب افريقيا، سواء كانت اقتصاديه، سواء كانت اجتماعيه، سواء كانت ثقافيه وغيره. حتى انا ذاتنا كثير من السلع بتاعتنا ممكن نصدر عبر هذا الخط ولا نحتاج ان نصدرها الى بلد اخر يعني. طيب التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. لا شك ان انشاء ميناء بمواصفات عاليه له اثر على انسان المنطقه وايجاد فرص عمل للكثيرين بعد تدريبهم وتاهيلهم. انت بتتكلم توسعه الميناء فيه اسواق حره، فيه انشطه تجاريه مختلف انواعها، فيه صناعات خفيفه وتحويليه، وكذلك فيه انشطه سياحيه وهكذا. دي كل الاشياء دي عباره عن يعني ملحقات لتطوير الميناء اللي هي بتمس الجوانب الاجتماعيه. طيب توسعة الموانئ السودانية وتطويرها سيجلب المزيد من الشركات والوكالات والخطوط الملاحية، مما سينعكس على الدخل القومي العام وتقليل نسبة العتالة والإسهام. يعني أنت الشركات والأشياء دي كلها بتجي عندك فيها ضرائب طوالي تخش في خزينة الدولة. أيضا هنالك في منتجات أنت بتقدر تسوق عليهم وهكذا. طيب الشركة الاستراتيجية، نحن نتكلم أن توسعة المطار، توسعة الميناء، نتكلم شركة استراتيجية. شركة استراتيجية هو شريك متخصص في الموانئ، له القدرة الإدارية وله القدرة الصناعية وله القدرة السياسية لحماية مصالحه. ما بيبقى شريك ساي عنده بس كمية بتاعت مولاته وكمية بتاعت دكاكينه وخلاص يبقى ده شريك. شريك سياسي معناه أنه الدول الآن مترابطة بالمصالح الاقتصادية. إذا أصبحت أي شيء وأي شيء ضد السودان من حقه أنه يكون عنده فيتو في قرار الأمم المتحدة وغيره، لأنه مصالح ترتبط به. فبالتالي الشريك الاستراتيجي الذي يشرك معك لديه المال
ولديه المعرفة ولديه الثقل السياسي كذلك، ينبغي أن يكون ذلك. طبعا الخبرة في إدارة الموانئ، استيعاب واستصحاب جميع أصحاب المصلحة في إنشاء الميناء، أن تكون مدة العقد معقولة مع مشاركة مع الحكومة السودانية بالأصول السيادية وبشروط جزائية في التكسير أو الاستغلال لغير مصلحة الوطن. طبعا من الدول الراغبة كثير في تطوير الميناء بصورة مرنة يعني بصراحة في الفترات السابقة هي الصين، يعني بدون ما تكون عندها مآرب وبدون ما تكون عندها يعني خفايا سياسية. طيب مهام الشركة الاستراتيجي، استخدام الموانئ الحالية بإدخال معدات ونظم تشغيل موانئ حديثة عليها في المرحلة الأولى، والشروع بالتوازي في بناء أرصفة لنواة ميناء رئيسي على الساحل وبناء حوض جاف عملاق لصيانة وخدمة السفن. يعني دي كلها بالمناسبة يعني تخيل كمية الأعمال التي يمكن أن تستوعب من خلال هذا الأنشطة الأعمال السودانية، حتى لو ما كانت في الوقت الراهن جاهزة الناس بيتدربوا عليها، وفي النهاية في المستقبل يعني تكون عندها دراية ومعرفة بهذه الأشياء. إنشاء موانئ تخصصية أخرى، يعني سوائل منها بالسوائل، بضائع سوائل، بضائع عامة إلى آخره من الحاجات، إنشاء شركات خدمات لوجستية، دي كلها على أساس أنه تزود السفن من الوقود والمياه وغيره. أيضا من المهم إنشاء مستودعات تخزين ضخمة ومناطق حرة في الساحل. طيب طيب شوفوا وجود الصين، وجود الصين في هذه الخارطة، الصين الآن عندها رغبة كبيرة جدا جدا أنها تدخل في القارة الإفريقية ودخلت، وبالتالي ليست هي غريبة. أنا لا أقول في هذا المحاضرة أو هذا العرض أنه لا بد من أن تكون الصين، لكن طبعا دي مسألة حكاية فحص الشريك الاستراتيجي والتوصل معه للاتفاق وتشوف شروطه هو هل مكشفة ولا غيره، دي مسألة يعني الناس يقفوا عندها، ودائرة ناس متخصصين في القانون والاقتصاد وغيره وغيره وغيره، فدي مسألة تترك للدولة اللي فيها مؤسسية، الدولة اللي فيها مؤسسية، ما بتكلم عن دولة ما فيها مؤسسية، دولة فيها مؤسسية وفيها قانون، دي تترك لهذه الدولة، وبالتالي يعني ينبغي التمحيص والتريس لهذا الأمر، وهذا وجود الصين في هذا الإطار. مطلوب تنفيذ المشروع تصحيح نظرة المجتمع لضرورة تطوير الموانئ السودانية دون النظر للتداعيات السالبة عند المراحل الأولى. يعني الإعلام يعني في أحزاب حتى أن الأيديولوجي بتاعنا يعرضوا أي حاجة خصخصة، يقول لك والله يا أخي نحن ما دارين يخش معنا أي شريك، وما دارين استثمارات أجنبية وهكذا، وتجيب معارضة من أجل المعارضة. فلازم يكون في يعني توضيح لهذا النقاط حتى لا يتضرر السودان. حل مشكلة عمال الشحن والتفريق داخل السفن وخارجها، دي مرضو مهمة من الأشياء المهمة، ودي أننا قادرين عليها في المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان، إذا فعلا حكومة جادة لو جاءت ممكن نخدمهم فيها ونوصلهم لطريق في هذا الاتجاه. تدريب الأعمال الغير مدربة وإشراك كل أصحاب المصلحة الداخلين، دي برضو من الأشياء المهمة. يعني التجارب بتاعت خصصة المواني فلبين باكستان غير دي كلهم، بل الشريك الاستراتيجي يتبنى هذه الأشياء. يعني الفلبين مثلا فرضت على الجهة التي يعني دخلت كشريك استراتيجي في الموانئ بتاعتها أنه يدرب العمالة لمدة 6 شهور ويدفع عليهم مرتباتهم، 6 شهور يدفع مرتبات ويدرب. فعلا حصل في الفترة الأولى، حصل في ناس كتار فقدوا وظائفهم في الموانئ، لكن في أقل من سنة كل الناس الذين فقدوا وظائفهم نتيجة للتدريب وإعادة التأهيل عادوا، بل أكثر منهم خشوا الموانئ الآن ك يعني عمال محترفين مدربين. طيب الخطوات المطلوبة، تكليف بيوت خبرة عالمية لإعداد التصاميم الفنية والهندسية ودراسة الساحل وتقديرات أولية للتكاليف، وده فيه بالمناسبة، وأنا قبل فترة كنت شغال في الحتة دي، في بيوت خبرة اتصل عليه من ألمانيا، بيوت خبرة اتصل عليه من ألمانيا قالوا لي احنا بس لو دخلنا خطينا رجلنا في الحتة بتاعت الموانئ السودانية ما بتختلفوا معانا من حيث التكلفة وغيره. شفت كيف؟ هل بيوت خبرة كانت عندها يعني خبرة كبيرة في مطار اسمه شنو الموانئ فرانكفورت وغيره يعني.
طيب، دراسة أولية لربط القارة بطرق برية وسكك حديد وتحديد مسارات مع تقدير التكاليف، تكوين مجلس استشاري وطني من فنيين ومتخصصي عمليات لوجستية واقتصاديين لاختيار طريقة التمويل والشراكة، الحرص على تقييم عادل لأصول الميناء. هو دي اللعبة في الخصخصة، دي اللعبة في الخصخصة. دائما الجهة التي تشتري الأصول بتحرص أنها تقلل القيمة بتاعتها أقل ما يمكن حتى أنها تستحوذ عليها بصورة يعني أقل بتكاليف أقل. طرح المشروع على شركات الملاحة العالمية والتوقيع اتفاقيات معها. الخطوة الأخيرة طرح المشروع بأكملها للصين أو الولايات المتحدة الأمريكية. أنا برى ذلك، يعني ربما يكون في جهة أخرى أنسب، لكن لا بد زي ما قلت لكم الشراكة الاقتصادية والمصالح الاقتصادية مهمة لاستقرار الدولة، استقرار الدولة والاستقرار. أنا الحاجة اللي بنفتقدها الآن من الاستقرار حتى الآن هي الاستقرار السياسي. إذا استقر هذا البلد يعني ما عندنا مشكلة في فترة وجيزة جدا جدا ممكن نعبر ونكون الدولة الأولى على مستوى إفريقيا.